فطبعا ده مؤشر يعني الحقيقه يعني بيبين لك في خلل في المجتمع، لان في احصائيات بتقول ان 80% من المشاكل النفسيه عند الطفل بسبب غياب الاب. لو بصينا حتى للزواج العرفي وده ظاهره رهيبه يعني. انا ممكن قبل ما اروح للزواج العرفي حابب تقولي كلام في منتهى الاهميه، ان احنا بنقول انه الطلاق بيترتب عليه غياب الاب عن الاسره، وبتبقى عندنا يعني مظاهرها المراه المعيله، المراه اللي هي بتربي الاولاد بنفسها، وجزء وده بيترتب عليه خلل نفسي عند الاطفال لغياب الاب بالزبط. فالاولاد اللي هم بيكبروا فيتجوزوا، فبعد ما يتجوزوا يروح مطلق، فيبقى عندنا اسره تاني فيها اطفال ما فيش فيها اب، فكانه احنا داخلين في دائره خبيثه وايه بنحفر الحفره ومحدش بيفكر ازاي هنطلع منها. بالظبط، لان انا لما بتكلم على الشباب مش هتكلم على الشباب من مرحله الشباب، انا هتكلم على الشباب من الطفوله. ف يعني برضك هو الطفل بيبقى شاب، والشاب بيكبر بيبقى يعني بالظبط.